لا تروح لا تروح هيه. يلا 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 انزل عاد قريبة لا تصير انت هذا الحياة. يلا تعال بسم الله. شوف هذه غدارة. لا طلع ما عندي سالفة ما هي غدارة ولا شيء. ما شاء الله يا الربع بالله ايش رايكم والله يا على الطبيعة انه اجمل بألف مرة. يا رب لك الحمد مكانت مطر حايل برد حايل وجوه حايل الحين اقدر اموت ما في اي مشكلة. الله الله يا الصوت الله الله الدنيا يا حايل بعدين والله لو انها تنخم ما بخم اصبر خلنا عندك حايل. ما شاء الله الناس فرحانة ها؟ اي والله ايوه ماشي. الله ها؟ تني بدفع اي بدفع اسكت ها؟ ايش يقول هو كثر الشحم؟ كثر الشحم ها؟ المشكلة والله ما يدري ولد كثرت ايش عملوه؟ تطبخ انت. اسمع الله يجعل ناك التراب استغربوا. يلا ارحب تعال 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 تبي تبي ها؟ تبي هلا هلا مع الشحم. واحد نزل هنا واحد راح محل حلويات. ها ابو انس يبي يشتري سروال ابو رد. وهذاك هذاك ما ادري يعني يبي يجلطنا سكر وشحم. ما شاء الله كنت يخرب التصوير. يلا حي مالك. هلا والله. كم نسبة الجوع؟ أعوذ بالله 3000. 3000 اي والله بس الوناسة تغطي على الجوع شوي. والله؟ اي والله الجوع. إلى الآن كم نسبة الوناسة؟ والله 10 من 10. والله؟ اي والله. ما شاء الله. الله يا الربع أجواء أجواء. أضربت. على وين؟ معي. وين تبي؟ عبي غاز. من وين؟ المحطة. لا والله. لا يا ابن حلال خبره خبره هذا خبره الشاص اخبره الشاص اخبره متركبا بالحوض. لا توي فاحص ما تعرف. لا لا والله امشي لا لا فكر في من رح مالك رح. لا لا غير صحيح يعني زين مسكر الارض. وين الحل اللي شريته؟ ها؟ الحل اللي شريته؟ سويلك هوا جنبه ها؟ يونو كله معمع عادي. هذه جت ها؟ هذه جت شوف وش هي؟ ايوه هذه الخير خلك عند روجه شوف شوف خلنا روجه طلنا شو سوينا؟ ما شاء الله ويلي مش كنت لو انت سبحان الذي يسبح البرق براحته خذها وخذها وخذ شوف لا انت شوف شوف شوفتك متفشل له وناسه بالله هلا اضربني صوته ما شاء الله لحد يجي لحد يجي لحد يجي ما شاء الله ما شاء الله 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 اسمع صوت المطر متى الشارس قسم بالله وناسه وناسه لا يعلم بها الا الله وضع هولت من الهواء والله شعورك الان وانت رجل حائلي وامطار وبرق ورعد بلك قطبه اعوذ بالله حرام بالله عدي بجنيف والله انا اشهد اطق لهم بصبع بعد ما شاء الله يجي ان شاء الله يجي يجي ولا ما يجي والله والله عليه ما شاء الله انت متى تدخل؟ شو ما هو مريض يا اخي غصب ها؟ حل جو يعطيك نشاط والله يا رب لك الحمد.
برو هلا العيشه بعد روحي ذبحنا لها انا ومالك ولا تغدينا ولا افطرنا اي والله مو ذنب ومرضى ومرضى وجعه نبي مره قبو فلفل يا بعد كثر الفلفل يا بعد الخفت يا ولد لا لا احنا تجيك ثاني مره لا والله والله احنا لولله ثمن ابو انس ما احنا شيء قاعد تصلح الفنجان كاسه شاي بدون سكر ومريض بعد مريض يا ابن الحلال كل ندري انك مريض ما شاء الله عليك يا ولد شباب ابو انس كم ودك عمرك؟ 33 ليه على 33؟ انت مع قبل 5 سنين يعني مو 5 سنين 8 سنين 8 سنين طيب ليه على 33؟ 33 احلى عمر احلى عمر يعني انت عندك احلى عمر ولا عند الناس؟ ها عند حتى اهل الجنه عمرهم 33 والله يعني كامل عقلك كامل كم باقي لك سنه على 33 بروز؟ هين هذا طالع برا هذا يعني لو عمرك 33 تموت على طول يعني تبي لا يثبت يثبت 33 ما انت بتذبح انت بروز مريض قال انا مريض انا مريض بليق انا مريض بليق ورغ الله 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 طيب السؤال لك بروز وش افضل عمر؟ عمر 28 يا ما في فرق 28 33 كل سنتين في 5 سنين ها في 5 سنوات لا يعني ما هو كالفرق اللي تقول يعني الادراك واحد يا بروز انا ب 28 انت ليه صحيح. طيب ليه 28 هل هو هذا عنده جواب مقنع يقول 33 عمره اهل الجنه لكن انت وش ما تقع حقين 28 هذول عمر اهل الجنه ما جاوبت يا بروز على انا والله تبي اصل تسعد ودي اصل 28 بالله اي والله عمر والله ودي اصل كم بقى ابو باقي لي طبعا اسمه 28 برا 128 قصدي زين كم بقى؟ بقي لي 4 سنوات عشان اصل 28 الله يجزاك خير ايك وجا ايك ما كبر جيب الاجا هو اخبرني شوي هذا ايش توقع؟ ايز مالك جواب جاوب لنا وش والله شوف احسن عمر عمرك الحين مو لازم تقول عمري صار 30 ولا 32 عمرك 40 والله اصدق طلبنا بالجواب والله بحنا عمرك 30 احسن شيء عمرك المشكلة انك ما نفعت لا اول ولا الحين ايش دخل ما بك فايدة يعني ايش اللحظة الحين يا اخوي والله جو بالله ابو انس كيف جوابك؟ والله صراحة مسكت مسكت ها؟ والله يمكن اتعس شيء لك عمرك 33 انت وجعان اليوم انت وجعان اليوم مثل هذا انت وجعان مثله يعني مالك تقول انت العمر المرحلة اللي انتبه ونس نفسك بس طيب وش هذا لو يرجع العمر 33 يمكن يتعس سنة له شلون عمرك 33؟ ناسي هو ما ادري ايش تبينا طيب؟ ما في اسود؟ لا في رجال اسود ما في فلفل اسود فيه رجال اسود جلال 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 نبي فلفل اسود الله يرحم والديك رجال اسود بس يا ابن الحلال وش هو؟ هذا مثل امريكا ولد جلال سؤال بالله احنا قاعدين نسال اسئله وش افضل عمر؟ افضل عمر 40 كمزبن هذا وش السبب؟ اي وش السبب؟ وش عطنا لا لا ليش ليش 40 بالله اجل يعني عاد عز الشباب يعني اها يبي يموت 40 شوف روح وش هو صاد لانه عمرك قبل 5 سنين 40 تقول قبل 8 سنوات عمري طيب في سؤال ثاني يا بونس ابدا من عندك ولا من عند من من عندي من عندي يلا وش اسوء عمر انا اشوف اسوء عمر حق الهم توسط اللي له رجل له لغه حتى بلشه انا بجنبي لي مدرسه يا ابني شفتهم لا هو اقول الله يعينها مدرسي يتعامل معه لا هو رجل وله لغه طيب والبنات يعني نفس المرحله اسوء عمر لها كلها متوسط وين اللي جانا متفروت القذافي اقعد وعطنا الحل عطنا الحل عطوة هي شوفتك انت الحلو تعال تعال وينك وين الحلو والحوش انت حلو طرف بس اقعد تعال اقعد اقعد شوف تبي زيت تبي شيء تبي شحن لا لا ما شاء الله يا اخي ما شاء الله عليه هذا هو مريض اي والله ما شاء الله يا اخي ابو انس انت احلى عمر والله ما ادري والله صدق بس الحين عندي حقين متوسط زعلوا والله هذا الصدق هم يعرفون روحهم ليه طيب الولد الولد المتوسط ليه ما هو لا هو رجل ولا هو وغد تبلاش حتى يا اخي يا اخي اذا رحت للعزايم ايه بلشه لا هو اللي معك
صار ولا ولي مع صابرو. شلون تسلم عليه؟ شلون تسلم عليه؟ ما ادري انت تحبه مع صابرو، انت تمسكه هاللون تنطره. ولا مصافح، شوف. ولا مصافح. انت بلشبه. يا. لا مريض. خاطي شاربه وله رجل وله وغد، ما ادري شنو رجلين. عندك ترخه على ذنوبك. لا لا لا. وانت بروز وش اسوأ عمر؟ اي سبعتي تلح وستي. شو انا شاري لك؟ يا ابن حمار تبطي عمر. اخي انت ما عمرك تعدى السدس. وش اسوأ عمر؟ وش اسوأ عمر؟ تجحد. اسوأ عمر صرت شاي. شايف بالعكس فلوس متقاعد امورك تمام. اي بس ما مشكلة تقاعد ولا مشكلة فلوس. ولا فلوس ما حد ما يبيه. لكن تبلش من 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 كرعاية. هم يسوون بك هلك. يحطون لك نفوذ وتجلس بالصالة. طيب بالعكس بالعكس هذا يود ما يعرف حدسي. انا ما والله انه انت تسوى عمر الصد. يعني مشار الشايب هلك مش والله صد يا بشوف بكالك بالرعايه. ايه شايب يا اخي مستصف ما في شيء. ما هو شايب انت تقول شايب انا ما اقول شباب. شايب عمره 60 70 ترى. هذا شباب. شباب هذا الى 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 65 ما عندك مشكله. تقول 70 يقول الى 65 يا ولد انت ايش تبي توصل له بالضبط؟ انا باصل هل رحم توصل. وش اسوى عمر؟ الحين ليش بلاك؟ هاد خالد بحث فاتك نص الطلعه يقولوا. يا اخي مو العلنا فحم يا ابن حلال الدخان يتبع الزين. بابا انا زين بلا هم. عيوني نعمت. عيونك صار عيون المها. وش اسوء عمر بالله؟ اسوء عمر المراهق هذا. بعد اي والله 17 18 اي يعني حق لأن... اي لان حياته تاسس الحين اذا اخطا خلاص خطا فهمت؟ اذا تشتت يضيع عمره. انا نعميت. علاج وش ورني اياه؟ علاج علاج لا تطبخ انت ولا لا 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 ما هو علاج والله لا علاج وش ليمون انت العلاج ليمون هي معه في حاجه ثانيه المشكله انك تطبخ يمرر اللحم على هذا لا تحطه اللي يا اخي خل نصور ها يا اخي جربنا طبخك وخلاص خل نصور لا تدخل يا ولد وخر وخر اتركنا اتركنا يا مسلم حطيت هذا شعطنا المنطاطيه بعد حال خلنا ارمنه والله صار ما تطبخ وخر اتركه وصاج ما انت شي ما انت شيء خلوه من اللي بيطبخ الحين؟ هو خلاص ابو انس انت بتطبخ؟ انا بطبخ ما تبي احد يقرب لك بس فكنا منه خلاص من الجنوب ولا من الشمال؟ من الجنوب ولا من الشمال؟ يا رب شوف وجهي يقول يا رب شوف وجهي ليه بالعكس كلك حلا وطرى اي والله هلا بك وهلا يا زول خلصوا يا هلا من الجنوب ولا الشمال؟ الشمال وانت يا ابو؟ زي ما قلت لك عنده مش ما لا والله لا والله قلت الجنوب من شوي جاني الرقم ارسلوا لك يقول لازم تجتب مع هالمطر ها الله اي بس خلاص هل تسدب داري مني على هذا الرقم يا ولد ها لا تعلم بسط اسمع صوت اساسا لا اله الا الله يا رجل اقسم بالله الجلسه هنا ملكيه ما ناقص الا واحد ما هو معنا والله بالبطريه دي شوف يا ولد انت بس تشحب من جينا بس يطفي بارسل له رقم هي طلعت ايش بلاك بتخانقون انت مطر وجلسه حلوه وش بلاكها خذ ابن اسري عيال عطني اياه ولا عجل هذا ولد ارفع الفرش ارفع من عندك من عندك ارفع الفرش شاي قد جانا المطر الله قمة الوناسة ها؟ لا لا بهذا يا رجال والله فاتك الطلعة يا انت حرات حري يا شباب اي والله انت حرات حري انا نبي هالحوسة تودوسة مالك تشتغل ليه؟ اسحب اسحب العمود هنا مالك هاي عمود ابن حلال هذا الليلة. الليلة والله ما صارت غدت والله ودي احترف لهم ودي اصور لكم احترافيات بس ما يمدي ما يمدي ما يمدي يا بروز نحترف لا شوفي ها انقل لهم الصورة كما هي والله عجز النجس ها والله ما تسفين كلنا عجز النجس يا رب لك الحمد كلها بركات العزيز الحكي وانا ايش كان قصدي؟ لا هو يا عبد الله ما كنت مس ما كنت مس لا يرعي لي بكل من بركات حسب يعنيني ما شاء الله اسمع الحين جير ما شاء الله هذا الله رجع عليك
حلو. لا إله إلا الله. أبو يوسف الشيء والويف. هلا أيوه. لو إنك شاعر 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 ها؟ هل أستاهل إنك تقصد بي؟ لا. يعني كم أعطيك وتقصد بي؟ كم المبلغ الممكن؟ يعني. موضوع. ها؟ طبعا هذه. شوف شوف شوف. يا ساتي يا أبو أنس يا أخي شكرا. شكرا. شغلي أنا. ها؟ هذا هو تعبان. شغل من اليوم ما نشتغل. إي والله إنك ما إنك ما أبو أنس. أسألك ولا أساعدك شيء ولا لا حرام لك 500 ريال عندي ها لك 500 ريال والله هو طبخه يا ربي لك الحمد خل واحد يجي يقلصنا يا بروز تعال اسحبني ولد قومي من واسح والله عجزنا تبي ابي اعترف انا ها منصور الله يعزك على الكبسه اسلم هاي والله تدري هذا هو مريض هذا والله هذا وانت مريض ما شاء الله بس ما تلاحظ مالك تعشى وهو ساكت وقام هو ساكت يا اخي هذا هذا وش هذا ما له اي فائده بالحياه شو اللي تجيبه معنا يا اخي انت اللي عزمته عزيزي قفل الله 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 هالكاسه ها عقب هالدسم ايه بالراس بدون سكر يا حبيبي والله هذا نصلحه بعد هذا انا اللهم ها انا صار سلطه العلا هالليله لحظه سعد دقيقه هو يقوم صلحه ايه طيب وش قلت لكم اليوم قلت بروح اجيب كم غاز ايه والغاز وشلون تصلح الشاهي انا هالنار صلحه رجال ابو انس يا رجال انت ما ادري وين وشو ايه ما في مشكله وش 500 راجل يا رخيص انت يا ولد وريني اياها مره ثانيه يا حليله ها هو كل شيء نعمله بالله بالله عاد بروز على كاسه الشاهي وشبه النار واليوم مطر والدنيا يعني عطنا قصيده بالله قصيده يا سلام في شيء قبل القصيده نعم ايش تبي مدام الله جابنا ابو في شوف بسال ابو في ابو في ابو في ابو في طيب ايش بالك زعلت خلاص يعني تدري اللي هالشيء اللي غث تقوله طيب اوكي انا هذا لف يا بروز يلا ما هي نعطي وجه بسال نسال ابو في قبل ما اقصد عليك سؤالك افضل عمر افضل عمر ايه شلون يعني افضل عمر هذا سؤالنا من شوي احنا نفس سؤالنا وش افضل عمر بالانسان يا ابو في ابحث عني يعني افضل عمر عندي الحين يا سلام اول شباب وصحه وكذا بس طفران ما معك فلوس ما معك شيء بلشان معه فلوس الحين ها شقه حي وش بك فراشه بهذا لا يسري مالك مالك واسوأ عمر متوسط كل اسوأ مرحلة عمرية وشي مرحلتين واحدة جيتها وواحدة ما جيتها اللي هي اللي جيتها الأولى اللي جيتها مرحلة الثانوي بتحسب كل الناس ضدك وتحسب هذا مهدني وتحسب ما حد طق لك خبر ابو ناس نفس اجابتك تقريبا صح والله حول الدعوة والله ما حد طق لك خبر ما انت اكبر هم الناس ايوه والثانية مرحلة الثانية من العالم قام تزمزمك يا طويل العمر يحطونك على كرسي متحرك وهذا اشوى ايش اشوى على 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 كرسي متحرك مش قطع عمرك يحطونك تحتك طعس ما تقدر تتحرك لا شلون شلون يا طعس ما يمل تحرك شلون يعني تسوي امورك وانت جالس يعني هجة معك صح لا ما هج لا هج بحاول يشفر هو ما حصل سني يشفر هو ما انت سوي امورك لا عزيزي مغلق عزيزي ابو عقبه كاس الشاهي الان فقره الالغاز كيفك بالالغاز يا ابو انس تحداكم تحد كفو والله ابو روز خلاص ايزي يا حبيبي شلونك بالالغاز؟ والله اني طيب الحمد انت شلونك انت؟ الحمد لله مالك؟ انا جواب قبل اللغز يا سلام نبدأ؟ بسم الله يقول لك شيء اذا حذفت اوله اصبح عظيم الشان واذا حذفت اوسطه اصبح عدو الانسان واذا حذفت اخره اصبح غالي الاثمان واذا عكسته تقشعر طويل صح؟ الحين انا جاي النوم بس انا عرفته
وشو؟ حلو بس ما ابي اول شيء الهم. بالله إيه؟ هذه خطتك؟ إيه؟ بروز. ما فهمنا. والله طويل. انا اقول الدله. اي شيء الدله. اي شيء بلبر الدله. والله طويل يا عيال. غيره غيره. لا يا رجال. غيره غيره والله صار طوايل هذا من انا اليوم ما توصل اسفلت. ابو انس. يوم ما توصل حايل. طيب عطنا جواب عطنا شيء. انا افكر الحين باخره. وشو؟ قضى هو الحين اللغز. اي يقول اخره اخر اللغز اللي اذا عكسته تقشعر منه ولا بدايه. وشو؟ هذا انا اتوقع انه القبر. شلون؟ شو القبر ما تحس انت؟ انا انا مفرك عند مقبره تغير وجهه. استنى لو عكسته الحين. شو؟ قبر ربك ربك. تعرف الربج انت اللي ربك اربطك دايم. يا ابن حلال عطونا الجواب ايش بلاكم انت ما خليته يا ولد لغزك هذا يبي له لا بسألك ساعة تحليل كم لك وانت وانت تحفظ اللغز ما اللغز هذا موجود هنا انا اقراه قدام انت ما مش... لا لا هو هو تلميذه يقراه من قبل المغرب غازي يا ولد يعني ما احترام لك حاولك تغيره بعد هذا يبي الاسبوع عشان نفكر به تقشعر له ابدا والله انا بعلمكم الحل الحل يا طويل العمر درب غازي يا ولد كم الحل الحل يا طويل العمر درب كم الحل الحل يا طويل العمر درب